فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النذر إنما يستخرج به من البخيل، يقول ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني ما يطيع الله إلا إذا نذر، هذا البخيل ما يطيع الله ولا يتصدق ولا يعمل شيء إلا إذا نذر، يصير بخيل. هذا المشروع أنك تفعل الطاعة ولو لم تنذر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.